الواجب علينا جميعا أن نعمم القرآن بين المسلمين. سؤال: هل القرآن مو معمم؟ أبدا، ولذا الله لا يرحمنا. قرآن قسم من أحكام موجودة، وكل الخطباء جزاهم الله خيرا يقولون هذا الأحكام، وقسم من أحكام مو موجود. نحن يجب علينا أن نذكر الناس بالقسم الثاني إلى جانب القسم الأول من أحكام القرآن الحكيم. أما الشيء اللي مو موجود، هذه الآية مو موجودة: إنما المؤمنون إخوة. الآن تعال إلى قوم وهو بلد إسلامي روحاني، شوف الباكستاني يقول هاي مو أخو، أجنبي. شوف الأفغاني يقول أجنبي. شوف العراقي يقول أجنبي. لا تطي بنت، المحضر ما يسجل. شنو معنى هذا؟ في الوظائف طلعوا العراقيين، طلعوا الأفغانيين، هذا معناه الأخوة الإسلامية ساقطة. في العراق ساقطة، الإيراني أجنبي، في إيران العراقي أجنبي. روح إلى الخليج، أصلا ما يخلوك تيجي للخليج إلا بدعوتية، هذا معناه الأخوة الإسلامية ساقطة. يعني هذه الآية من القرآن مو معمول بها في المسلمين، مع العلم أن النبي هو أول من طبق هذه الآية. جعل سلمان الفارسي، أبا ذر العربي، صهيب الرومي، بلال الحبشي إخوة، خلص في كل الشؤون. هاي الآية يجب تذكير الناس بها. لماذا إحنا مو إخوة؟ إحنا إخوة في إذاعتنا، مو في التطبيق.